دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة وفقاً لما أعلن عنه مكتب التنسيق وأكد أنه تيسيراً على أبنائنا الطلاب هيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أو التحويلات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام هؤلاء الطلاب لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%، وده خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20/9/2024 حتى يوم الحد الموافق 22/9/2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن. النهاردة آخر يوم معرض أهلاً مدارس 2024 الرئيسي بمدينة نصر بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض في استقبال المواطنين يومياً من الساعة 11 وحتى 10 مساءً، وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالمعرض، حيث يوفر نحو 200 عارض المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل ل 30%. وبيتضمن المعرض جميع المستلزمات من ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزي مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات مدرسية. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة قوية لفريق الزمالك مع فريق البوليس الكيني في تمام الساعة 8 مساءً في الدور التمهيدي الثاني في بطولة الكونفدرالية.